السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتكلم عن الفنانة ليلى حمدي، وهنعرف المعاناة اللي عانتها في حياتها الشخصية، وكمان هنتكلم ازاي وقعت وهنعرف ازاي وقعت الفنانة سعاد حسني في شباك صفوة الشريف. الفنانة ليلى حمدي هي من مواليد 7 اغسطس عام 1929، ورحلت عن عالمنا في سن صغير 44 عام، ورحلت عن عالمنا سنة 1973. اشتهرت ليلى حمدي بلقب رفيعة هاني. اما عن زوجتها فتزوجت من تاجر اسمه عواد الزياتي، وكان عمدة بمحافظة القليوبية، كما رزقت منه بابنها الوحيد عماد. واحترفت الفن بعد طلاقها من زوجها الأول، وكان أول أعمالها فيلم بين قلبين عام 1953، وقدمت في مشوارها الفني ما يقرب من 55 عمل فني في 20 عام، من أشهرهم سكر هانم ولوكانتة المفاجآت وإسماعيل ياسين في الأسطول، وكمان إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات. وتزوجت للمرة الثانية سنة 1958 من الفنان الراحل سمير ولي الدين، وهو والد الفنان الراحل علاء ولي الدين، ولكنها لم ترزق منه بأبناء. أما عن محاولة إيقاع سعاد حسني في شباك صفوة الشريف، فالفنانة ليلى حمدي التي عرفت باسم رفيعة هانم لم تقدم في السينما سوى الأدوار الثانوية، خاصة في الأفلام الكوميدية، ولكن اشتهرت من خلال التسريبات التي ظهرت في السنوات الأخيرة لدورها مع صفوة الشريف في عالم المخابرات. وأكدت مصادر كتيرة خرجت لتؤكد وقوع ليلى حمدي تحت سيطرة صفوة الشريف الذي قام بتجنيدها من أجل مساعدته في إيقاع الفنانات للعمل بجهاز المخابرات. واللواء عزمي جلال الدين أحد القيادات السابقة بجهاز المخابرات العامة نسب إليها تصريح، وقال فيه أن صفوة الشريف هو صاحب فكرة استغلال النساء في عمليات المخابرات، وذلك في عام 1963 بموافقة صلاح ناصر رئيس الجهاز وقتها. وأضاف أنه استغل الفنانة ليلى حمدي التي كان اسمها الكودي في العمليات رفيعة هانم بعد أن وقعها بتصويرها مع أحد الرجال، وأن صفوة الشريف اشتغل على ليلى حمدي في إيقاع سعاد حسني وبرلانتي عبد الحميد وكمان شريفة ماهر، كما أفسح المجال لها للعمل في بعض الأفلام. وهذه المعلومات كشف عنها أيضا أوراق تم تسريبها من قضية التي عرفت بانحراف جهاز المخابرات في أعقاب هزيمة يونيو عام 1967، وتم محاكمة الكثير من القيادات بها.